سيذكر التاريخ بكل الفخر والاعتزاز بطولات وتضحيات رجال الشرطة في مواجهتهم الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره. مجهودات الشرطة فعلا قضت على الإرهاب، وحاليا احنا حاسين بأمان أكتر من الفترة اللي عدت خالص. طبعا قايمة بمجهود جامد وبتدفع التمن جامد، ومعها الجيش يدفعوا التمن جامد للمواطن داخليا وخارجيا. عدد العمليات طبعا قل بنسبة كبيرة، والشغل الكبير اللي عاملاه الداخلية والجيش طبعا في سيناء وغيرها، وده باين طبعا في مستوى الأمانة اللي حاسس بيه المواطن في الشارع يعني. رجال الشرطة هم أبناء كل المصريين، لهم سجل حافل مشرف في أوقات الحرب والسلام، قدموا من بينهم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وهم يتصدون لقوى الإرهاب والشر والتطرف دفاعاً عن أمن واستقرار مصر وحماية لجبهتها الداخلية. طبعاً مع الإمكانيات الجديدة اللي دخلت وزارة الداخلية اللي بتواكب العصر، الداخلية قادرة إن هي تقضي على الإرهاب لوحدها، بس الوقت ده بتتطلب إن الجيش يكون سند ليها، لأن الجيش هو المسيطر على الحدود. مش دور الداخلية لوحده، دور الجهات المعنية في الدولة أولاً، وبرضو بمواجهة الشعب ومساعدات الشعب للقيام بدور الدولة على الوجه الأكمل. نسى رجال الشرطة الأبطال أحلامهم الخاصة وأسرهم وأمنياتهم الشخصية التي عاشوا لتحقيقها لحظة نداء الوطن، لقد تخلوا عن كل أمنياتهم وقدموا حياتهم ليعيش الوطن في أمن وأمان. ما زلنا مع حضراتكم بنواصل اللقاء وبطولات الشرطة المصرية واحتفالنا بمرور 66 سنة على عيد الشرطة. وسعدنا ان احنا نلتقي مع سيادة اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية سابقا للمعلومات. صباح الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك سنة طيبة. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك سيادة اللواء. يمكن احنا في الفقرة اللي فاتت شفنا من 66 سنة 25 يناير لما تصدوا رجالنا البواسل في معركة الإسماعيلية، خلينا نقول بصدورهم العارية أمام الأسلحة الثقيلة، ومن يومها لغاية النهاردة يعني الشرطة المصرية شايلة عبء على كاهلها إن هي بتتصدى لكل أنواع الإرهاب وكل أنواع الإجرام، وبتحافظ على الأمن والأمان لوطننا العزيز. عايزين نعرف من حضرتك أكتر يعني مجهودات رجال شرطتنا، شرطة مصر في الفترة العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي اولا حضرتك انا بقول للشعب المصري كل سنه وهو طيب، كل سنه وانتم طيبين جميعا، شعب المصري العظيم، وكل سنه وجميع اجهزه الشرطه والقوات المسلحه طيبه وبخير والحمد لله. وما نشعر به من امن وامان حاليا الان، اعتقد ان الامن اساسا هو اساسه شعور، والشعور الذي ينتبنا جميعا من امن وامان اعتقد مرجعه بعد ربنا سبحانه وتعالى الى مجهودات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وبنهني رجال الشرطة في عيدهم. واعتقد ان الفقرة اللي فاتت بتاعت حضرتك الأستاذة ألقت الضوء على البطولة والفدائية للشرطة والقناعة التي يعملون بها في مواجهة الإرهاب وفي مواجهة المحتل. يسطر التاريخ مصر الحديث والقديم على مر العصور الفدائية والبطولة لرجال الشرطة التي بذلوها والتضحيات التي يبذلونها ليل ونهار في سبيل حماية الوطن.
ويمكن مش عاوز ارجع لمنطقه تاريخيه كبيره جدا، هنقول في السبع سنوات اللي فاتت دي هنشوف تضحيات رجال الشرطه شكلها ايه النهارده حتى نصل الى هذا الشعور الامني الاستابيليتي والاستقرار الذي نعيشه حتى الان في هذه اللحظه. عاوزين نقول ان من ست سنين ولا من سبع سنين حضرتك كان كل جمعه بتيجي علينا كنا بنشعر بخوف، مش عارف جمعه مليونيه ايه ومليونيه ايه. ومش هننسى طبعا اللجان الشعبيه اللي كانت في الشوارع والبلطجه واللي 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 واللي، ولكن الحمد لله بفضل من ربنا سبحانه وتعالى ومجهود رجال الشرطه والقياده السياسيه قدرت انها تستعيد الزمام وتقوم بحمله لتطهير البلاد من البلطجيه ومن الانحراف ومن الانفلات، وفي سبيل ذلك تكلفت الكثير. ويمكن احنا حضرتك لو كل يوم بنتابع الاخبار قوتنا في سيناء في شمال سيناء والتضحيات التي يقومون بها واكثر من ذلك، وبنشوف اسر الشهداء والكلام اللي بتقولوه. يعني لما تيجي ام النهارده بتقول انا قدمت ابني شهيد في الشرطه ومستعد اقدم ابني تاني وثالث ورابع، دي على اصاله الشعب المصري وعلى اصاله التربيه، ودي اللي بترعاها كليه الشرطه اكاديميه الشرطه بتوجيهات من السيد الوزير في اختيار العناصر الصالحه والبطوله التي تتوفر فيهم في الالتحاق باكاديميه الشرطه، ويقوم بثقلهم وبيعرفوهم يعني ايه حب وطن. كلمة حب الوطن دي حضرتك مش كلمة بسيطة، لا ده فعل قبل ما أن تكون إحساس وما إلى ذلك. وبالتالي فإن رجال الشرطة يقومون ببطولات غير عادية على مر العصور، ومش عاوز أعدي حضرتك في جميع قطاعات الدولة، لأن الشرطة حضرتك لو تلاحظ إنها شريك في جميع أنشطة الدولة. الشرطة في مجال الأحوال المدنية، في مجال القطاع الاقتصادي، في المرور عندك حضرتك، في مجال مكافحة المخدرات، كانت اي حاجه هي شريك وحافظ للامن في كل لحظه من اللحظات، وتامين كل الايفنتات والاحداث كل الفعاليات وماتشات الكوره يعني وماتشات الكوره حضرتك، وحتى يعني قدرها انها تكون في خط المواجهه الاول وتتحمل اي غضب جماهيري او اي ولكن بالثبات والصبر وبتقدير الظروف بتقدر الشرطه تتجاوز مثل هذه الامور. ولكن النهارده الحمد لله يمكن التقرير اللي حضرتك قدمته شويه شفنا الشعب، وعاوز اقول كلمه مهمه جدا، أن الشرطة في أي عصر من العصور لن تقدر على تقديم التضحيات وتحقيق الأمن والأمان للوطن إلا بتعاون المواطن المصري طبعًا. والشعب المصري طبعاً دي نقطة مهمة، دي نقطة مهمة جداً، لأننا إحنا دلوقتي يعني يمكن المواجهة مع الإرهاب اختلف شكلها بشكل أو بآخر بالزبط. يعني طبعاً بنسمع عن ضربات استباقية كتيرة جداً للشرطة، وإن هم بيقدروا إن هم يروحوا ويقضوا على الإرهابيين أو يقدروا إن هم يروحوا للمجرمين والخارجين على القانون، وبالفعل يعني شفنا ده من خلال تقارير بقت أول امبارح كده كنا بنقرأ في الجرايد ونسمع، لكن مع التقارير ومع التكنولوجيا الحديثة ومع التصوير اللي بقى متوفر والتقنيات اللي بقت متوفرة للشرطة، المصريين بقوا يشوفوا بطولة رجال الشرطة على أرض الواقع وهم في لحظة الخطر. بالظبط زي ما حضرتك قلت المعلومة مهمة جدا، والحقيقة احنا طبعا في حرب ضد الإرهاب والمواطن لازم يكون شريك أساسي في محاربة الإرهاب مع الشرطة والجيش، واعتقد انه فعالية المواطن وإيجابيته في الفترة الحالية ساعدت الشرطة بشكل كبير جدا. انا عايزة حضرتك تكلمنا على شكل الإرهاب بصور جديدة وشكله الجديد على الإنترنت، وازاي المواطن ياخد باله وانه هو يبقى واعي أكتر ويبقى عنده يعني إيجابية أكتر. حضرتك تطرقتي إلى أخطر ما يمر به هذا الأيام، عملية الإرهاب في شكله الجديد وفي ثوبها الجديد. الإرهاب مني بخسائر فادحة على أرض الواقع، ويمكن إحنا كلنا عارفين تنظيم الإرهابي داعش في العراق وفي سوريا مني بخسائر فادحة، وبالتالي لجأ مؤخرا إلى إعلان الولاية الإسلامية وما يزعمون بأن الولاية الإسلامية عبر السوشيال ميديا وشبكة الإنترنت. النهاردة الإرهاب عاقب الضربات الأمنية المتلاحقة والاستباقية لأجهزة الشرطة في توجيه ضربات قاتلة إلى عناصر الإرهابية وقيادتها، ابتدى النهاردة إن هو يتوغل عبر السوشيال ميديا وعبر شبكة الإنترنت ويخاطب الشباب وصغار السن في محاولة إلى عملية غسيل مخ، وفي محاولة إلى استقطاب عناصر جديدة، وفي محاولة إلى الحصول على دعم لوجستي من أي جهة من الجهات.
وهو يدخل مثل هذه المواقع شبكة الانترنت بنبه المواطنين. يعني هو مش بيدخل بيبقى في منظمة إرهابية بالضبط يا فندم بالضبط بيدخل بجيمز جيمز بتدي منتاليتي معينة فكر معين، بيدخل ببعض المواقع تحت ساتر ديني إسلامي مسيحي ما إلى ذلك، أو موقع في إي شوبينج معين، ولكن من ضمن الويب سايت ده هتلاقي فيه أكاونت صغير فيه إن هو من الممكن إن هو يتفاعل معاه ويبتدي يتكلم سوا بقى. ودي اللي بنقولها خطورة لكل مواطن حضرتك، إن هو لازم أن يتخذ الإجراءات الحمائية الضرورية في حماية الموبايل بتاعه وحماية اللابتوب بتاعه من الاختراق. ليه بقى؟ لأن العناصر الإرهابية دي عندها ناس تكنولوجيين بدرجة عالية جدا، صحيح. ناس متخصصة بيتمكنوا من اختراق الويب سايت أو الأكاونت أو البيج بتاعت الشخص دوت، ويقدروا يعرفوا ايه هي الداتا بتاعته، المعلومات الفرنس بتوعه وكلام ده، ومحتاج ايه بالظبط يا فندم. يعني بيقروه كويس قوي، لما بيقروه كويس قوي بيقدر يدخل له المدخل الصح جدا، وفي نفس الوقت ياخد الكونتاكتس بتوعه الفرنس بتوعه يبتدي يخاطبهم على انه هو، وبالتالي يقدر يبتزه، ولما يبتزه النهارده يقدر يوجهه ان انت تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. اخطر حاجه النهارده يعني لسه قاري من ساعه قريبه ان في بعض الجيمز الاطفال للاسف الشديد نتيجه الانفلات في استخدام شبكه الانترنت والسوشيال ميديا وتراجع الدور التربوي والاشرافي والتوعوي للاسره على الابناء في ان هم بيسيبوهم يلعبوا الانترنت وما الى ذلك، ان في بعض الجيمز بيتم استغلالها من جانب العناصر الارهابيه في نقل وتوجيه التكليفات بينهم على اساس ان ممكن ان شبكه شفره كده شفره بالظبط كده. يعني في جيمز معينه بتكتب عليها كلام كده، ده ماده حصل كذا ده حصل كذا، انما هم بياخدوا دي عشان بعيدا عن الرقابه شويه وبيقدروا يستخدموا الجيمز ويستخدموا الاطفال في نقل وتوجه التكليفات فيما بينهم. سيادة اللواء برضو في حاجه مهمه جدا بالسوشيال ميديا، طالما فتحنا بقى موضوع السوشيال ميديا، في ناس كتير بتركز على بعض المواقف السلبية أو تفتعل موقف سلبي مع ضابط شرطة أو أي يعني جندي من جنود شرطتنا، وبتنزل الكلام ده وتلاقي بقى إيه باقي الكتيبة بقى أو اللجنة شغالة إزاي يعمل كده ومش إزاي يعمل كده، ويعملوا شير وشير وشير والموضوع ينتشر، وفي الآخر عايزين يوصلوا لتشويه صورة يعني الضابط أو الفرد من الشرطة. فازاي احنا نتعامل ما بحث الانترنت يعني ازاي نتعامل مع هذا الموضوع؟ كلام جميل اول حاجه بتقوله ده، بس انا نمره واحد بحذر اولادي واخواتي من الساده ضباط الشرطه ورجال الامن، لابد من توخي الحذر، لان احنا في عصر السماوات المفتوحه اي تصرف لضابط شرطه في الشارع العام او في يعرف تماما ويعي تماما انه مراقب وانه يمكن تصويره ويمكن نقله عبر السوشيال ميديا واستخدامه بشكل خاطئ كان على حق بالظبط، حتى لو كان على حق. دي نمره واحد. نمره اتنين بقى، لو حد دايما ان اي حادث او اي وقع في الطريق بتتصور ويتم تصويرها ويتم بثها عبر السوشيال ميديا، انا كمواطن ايه دوري بقى؟ لابد أن أعقل المصدر اللي جاية منه المعلومة دي. هل هي جاية من ويب سايت رسمي؟ هل هي جاية من حاجة ورا بروكسي معينة؟ هل هي جاية في توقيت معين؟ وأشوف الديت بتاعها، ممكن في وقائع حالك وده كتير جدا، وقائع بتبقى من سنوات من سنوات وبتنزل على أساس أنها جديدة. زي فندم ما شفنا مثلا صور لحاجات مثلا دموية أو قتلة أو جثث أو كده، ويدعى أن هي هنا وتبقى جاية من بلد تانية خالص. بالظبط. فاللي حضرتك بتقولي دوت، إحنا بنوعي كل مواطن ما تاخدش الخبر على علته، والخطورة بقى أن أي مواطن يفضل يبص للخبر الكونتنت بتاعه نفسه، يا ده فيه زي ما حضرتك بتقولي فيه موت يعمل شير، الكليك بتاعت الشير دي يعلم تمام ان هو بيشارك بي 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 في نشرها وتوسعتها على المواطنين، وبالتالي بيكون إشاعة، ومن الممكن ان هو يستغل في الترويج الإشاعات. واللي انا عاوز اقوله مهم جدا جدا جدا، ان كل من تسول له نفسه
أن يقوم ببث أخبار كاذبة أو إطلاق شائعات عبر السوشيال ميديا أو شبكة الإنترنت لا يظن أنه بمنأى عن الرقابة والملاحقة الأمنية والقضائية. حلو، أنا عايز حضرتك بقى تعيد لي الحتة دي تاني. تمام. للناس اللي بتعمل كده، اللي هي بتحاول إن هي تشوه بلدي وبتشوه شرطة بلدي وقوات المسلحة بتاعت بلدي. بالظبط. الناس اللي بتكتب حاجات مغلوطة بيحصل لهم إيه؟ أنا أقول لحضرتك حاجة مهمة قوي يا جماعة، إخواتي المواطنين، أولادي، الدولة المصرية هذه الفترة تشهد تقدما ملحوظا ولا يمكن أن نغفله ونتجاهله تماما. حالة الأمن، حالة المشروعات القومية اللي تمت، حالة مش هعددها، ولكن أنا بقول نحن نتعرض إلى حملة، إلى هجوم معلوماتي، حروب معلوماتية من حروب الجيل الرابع. صحيح. تقودها اللجان الإلكترونية للتنظيمات الإرهابية المتطرفة والجماعات الدينية، تقوم بمحاولة التقليل من حجم هذه الإنجازات وتشكيل ثقة وجدان عدم ثقة وهز واستقرار هذه الثقة مع القيادة السياسية وقوات المسلحة والشرطة. وبالتالي لازم نكون واعيين جدا جدا. وأنا بقول بقى كل عيد تاني الكلمة اللي حكي بتقول تلي عليها، كل من تسول له نفسه استغلال شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا في بث أخبار غير مغلوطة وكاذبة أو الانصياع خلف الشعارات الكاذبة وترديد شعارات أو بث أخبار مغلوطة ليس بمنأى عن الرقابة الأمنية أو القضائية تماما. هناك في وزارة الداخلية إدارة متخصصة فيها مجموعة أفاضل من السادة الضباط المؤهلين علميا وحرفيا ومهنيا، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات والأجهزة السيادية الأخرى يمكن تقنين مثل هذه الأفعال غير المشروعة وغير الأمينة، ويمكنهم الوصول إلى مستخدم شبكة الإنترنت. ومش هدخل في تفصيلات أكتر من كده. لا، وسمعنا عن بالضبط كتير يعني صفحات بتغلق. تم ضبط العديد من الأشخاص في جرائم معينة، في جرائم ابتزاز، جرائم نصب، جرائم احتيال، كل الحاجات الاستغلال غير المشروع وغير الامن. لا، في جهاز شرطه متخصص لمتابعه ومراقبه مثل هذه المعلومات. طب معلش سؤال كمان، دلوقتي انا راجل مش من اللجان دي، لكن عايز اخد البوست مثلا سخريه من مشروع معين وازود الملح والفلفل بتاعي وكلمتين حلوين واحطهم عشان الناس اللي هم اصحابي يضحكوا معايا ونضحك ونهرج، هل بينطبق عليا نفس الشروط بتاعت العمل يعني اللي كاتب؟ عفوا يا فندم، هو انت مش لاقي حاجه تضحك وتهرج اللي كان انت تاخد نفس البوست الذي يقلل من حجم جزات الدوله؟ يعني النهارده انا انسان بيعمل جريمه معينه او تصرف غير مشروع، انا باخده بعمل عليه زي ما حضرتك باخده في لون تاني في شكل تاني وببسه، فانت مشارك ومحرض بنفس يعني الجريمه. مشارك محرض بنفس تمام. الجريمه. فانا دايما بوجه رساله لابنائي، اعقل دائما، حكم عقلك وحكم ضميرك، وشوف البوست اللي انت شفته ده المقصود منه ايه، الغرض منه ايه، وشوف تاريخه، ما تاخدش المعلومه على علتها وتعمل شيء. انا شايف ان الناس يا فندم اخذت فكره السوشيال ميديا، يعني طلعت فرغت فكره السوشيال ميديا من محتواها الاصلي واخذتها في سكه ثانيه. هي معموله للتواصل ما بيننا، اخبارنا الشخصيه والمعرفه ما بيننا وما بين بعض والانترست بتاعتنا المختلفه، والناس حولتها لشكل تاني. وطبعا البدايه هنا كانت مع اللجان الالكترونيه، وكان استغلالها للوصول للساده المواطنين، يعني اكبر عدد من الساده المواطنين لاثارتهم ضد الدوله المصريه. انا عايز ارجع اقول في نقطه تانية، في مواقع معروفه بعينها ان دي مواقع مثلا تابعه لجماعات ارهابيه وتابعه لجماعه الاخوان الارهابيه، لكن في مواقع تانية بتتلون بشكل تاني احنا لسه ما نعرفهاش. ايه الشواهد اللي المواطن يبقى واخد باله منها بحيث ان هو لما يشوف ان في موقع كده او يعني بيحاول ان هو يستدرجه او بيحاول ان هو يستميله يبلغ؟ انا هقول لحضرتك حاجه، المواطن المصري واعي جدا، واعي جدا جدا جدا. احنا بنقول له حكم ضميرك وحكم عقلك. حينما يطلع على ويب سايت معين ويتعامل مع المواطن المصري، من الذكاء ان هو يفهم ايه المقصود من هذا ده. بس انا عاوز اقولك حاجه تصديقا لكلام حضرتك اللي هو بتقول السوشيال ميديا وجهت الى غير الوجهه الخاصه بيها، ان كان 2015 حتى مارك زوكربيرج طلع واعتذر. بالظبط 2015 في مؤتمر لمكافحه الارهاب العالمي عقد في كاسبيرسكي في البرتغال في لشبونه،
خبراء مكافحة الإرهاب العالمي كله أجمعوا لأن شبكة الإنترنت والسوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي من أخطر أسلحة الدمار الشامل حاليا طبعا. ليه؟ لأنها بتحقق لخصومك ما يعجزوا عن تحقيقه من المواجهة المباشرة. صحيح. بيقدر يدمر المجتمع، بيقدر ينفذ داخل المجتمع بأقل التكاليف وهو قاعد في بيته. وهو قاعد في بيته مفيش مواجهة مباشرة بدون طلقة واحدة حضرتك أستاذ حاتم، بدون طلقة واحدة بيدمر المجتمع. وانت يعني حضرتك لو دمر المجتمع نفسيا فدي بداية الهزيمة الكبرى. طبعا. لذلك احنا بنقول للمواطنين يجب أن نعيش في فرح. احنا الحمد لله في الدولة المصرية للأمان نعيش أزهى وصرنا، مشاريع قومية، خدمات غير عادية، وبدينا الطريق ده خلال 4 سنين، فالحمد لله حطينا رجلنا على الطريق الصح. فما نخليش كل ما نخطو خطوة في الطريق الصح كلما تزداد الهجمات المعلوماتية الإرهابية والمتطرفة على المواطنين. صحيح. فخط الدفاع الأول هو المواطن المصري وخلفه رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة. وكل سنة وطيبين كمان ست الوقت. معلش قبل كل سنة وطيبين ده لسه شوية فترة لا تحتهم بعد أقول كل سنة وطيبين للشرطة والقوات المسلحة اللي هم خط الدفاع الأول وحمينا. لا وكل سنة وطيبين للإرهابيين مفيش خلاص خلصت عليك كده خلصت يعني بأمانة ما يحاولوش. الفترة اللي فاتت دي كلها أنا متابع جاد للسوشيال ميديا والله ثلاثة وقسما بالله بشوف وعي غير عادي من المواطن المصري في ان هو يصدق او ما يصدقش. يصدق او ما يصدقش يعني الحراك السياسي اللي حصل على شبابنا الصغير. بس على فكره انا برضو بشوف حاجه انه مؤشرات التواجد على فترات طويله زمنيه على السوشيال ميديا ده مؤشر خطر جدا، لانه معنى كده الناس ما بتشتغلش قاعد على السوشيال ميديا بالزبط. يتابعوا الاخبار ويعملوا شير ويعملوا هم حيك قاعد فاضي للسوشيال ميديا ولا بتستنى. انا هقول لحضرتك يا استاذ حاتم هتسال سؤال بس انا هقول لحضرتك اجابه عليك. انا بحذر المواطن كمان بعض الابلكيشن اللي تنزل على السوشيال ميديا بنبقى مبسوطين بيه قوي. انا هقول لك انت شكل مين وانت جمالك زي مين وانت قوتك زي مين واخر حاجه بقى زي ما بتقولي حضرتك انت قعدت كام ساعه على السوشيال ميديا 1500 ساعه فبيتباروا الشباب ان هم يقعد اكتر جدا وبالتالي دي تكلفه ودي اكبر خطوره على ولادنا وشبابنا اللي هو الاسراف والاستخدام المنفلت وغير المنضبط على السوشيال ميديا. خطوره اجتماعيه بيخلينا في حاله حضرتك دي بتعاني وانا بعاني كلنا الفيرتشوال فاميلي. يعني ايه الفيرتشوال فاميلي؟ بنخش البيت حضرتك كلنا كل واحد من اولادنا واشقائنا قاعد ماسك الموبايل صح كده؟ ولادي واحفادي بيجوا يزوروني كل واحد ماسك الموبايل بيتكلم يا فلان. ما بقناش نقعد مع بعض زي الاول. ما بقناش نقعد مع بعض زي الاول مفيش الدفء العائلي، الحاجات دي كلها في خطورة. عاوز سؤال حضرتك بقى. فضل. سؤال حضرتي انا فضل. يعني يمكن اللي هقوله لحضرتك وانا جاي النهارده قابلت حد بصراحه يعني قعدت اتكلم معاه فاداني طاقه سلبيه فظيعه. اللي عاجبك اللي احنا وصلنا له مش عارف مش في السوشيال ميديا ده السوشيال ميديا استنى بس حضرتك واحده واحده لا وجها لوجه بس لوجه السوشيال ميديا صح. اشاعات من اللي بتتنشر على الفيسبوك وكده فهم صدقوا الحاجات دي فجاي بيقول لي عاجبك مش عارف ايه طب وليه دلوقتي والتوقيت ومش عارف ايه ان انت بقى ترد على بس روح السلبيه للمواطنين من خلال السوشيال ميديا. لو حضرتك تركز في الفتره اللي فاتت من اول انجاز اتعمل من اول من اول قناه السويس الجديده وحمله فظيعه للتقليل والسخريه من اي مشروع واي انجاز أيوه. للبلد تيجي حضرتك تقول يا جماعه عملنا كذا 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 يقول لك انت بتطبل انت بتغني انت مش عارف ايه. طب انا بطبل لبلدي مش عيب على فكره هو بطبل لبلدي واقول انجازاته الجماعيه. هو ليه بيعمل كده؟ لانه عارف ان في نجاح تحقق وبالتالي بيحاول يوصل عند حضرتك لحته الاحباط النفسي. انا هقول لك حاجه بسيطه سؤال بساله بس سؤال. احنا خلال الاربع سنين اللي فاتت والتلاته سنين ونص كم مشروع قومي تحقق؟ عشوائيات. سيبني من المشاريع القوميه المؤشرات الاقتصاديه العالميه بعد تحرير سعر الصرف والمشاكل التي نعانيها اي مشاكل مصيرها للحل وللانتهاء مشكله اقتصاديه اجتماعيه. اما الوطن اذا ضاع فلا يمكن تعويضه طبعا احنا متفقين على كده طبعا. نتحمل عشان خاطر مصر كلها. الاربع سنين دول انا بقول للناس بقى اللي هو اكلمك ده احسب كم مشروع اتعمل فيهم من عشوائيات تمام من مدن جديده من قناه السويس من طرق شبكه طرق من كهرباء اللي احنا ما بتتقطعش تماما. عده المشاريع دي احسبها في الاربع سنين دولت وشوف بعد اذنك مع احترامي لكافه الساده الرؤساء الرؤساء وليس الزهرات انا بقول الرؤساء اللي تولوا قياده مصر على مدى 50 سنه في الاربع سنين دي شوف اتعمل كم مشروع قومي وكم خدمه وطنيه
لو كل سنة في الخمسين سنة بنعمل مشروعين ثلاثة منهم، قل لي كانت مصر بقت ايه النهاردة؟ صح. قل لي كانت مصر بقت ايه النهاردة؟ صح. وبعدين احنا النهاردة الكلام اللي هو الافندي عفوا يعني اللي بيقول لك هذا الكلام ده، احنا الحمد لله ما فيش مشروع بالراجل بيقول لك احنا هنعمل ده، احنا عملنا ده احنا عملنا. بس عندهم يا فندم قدرة على الجدال فظيعة، وياخدك من الموضوع الاساسي لموضوع فرعي، ويطلع من الفرعي الفرعي فيتوهك فانت ما تعرفش ترد. بس على فكرة يعني نقطة هامة جدا بقولها لكل مواطن مصري، فعلا هم بالرغم من قلة عددهم اللي هم بأمانة نشيطين جدا، نشيطين على السوشيال ميديا وفي الشارع بنتحرك. فاحنا زي ما كنا بنقول حزب الكنبة ومش حزب الكنبة، لا احنا اتغيرنا خلاص، لا لازم نكون اكثر نشاطا منهم، ولكن لا نجاريهم في الجدل والسفسطائية، نجاريهم ونواجههم بالعمل والإنتاج. أنا عندي سؤال بقى يا فندم، يعني هل صحي إن أنا أقعد أستهدر أهدر طاقتي في جدل وجدل تمام. وجدل وجدل تمام. مع حد سواء كده وان تو وان أو على السوشيال ميديا، ولا خلاص بقى أسيبه الحال سبيله وأشوف أنا حال سبيلي كمان وأشتغل؟ بالظبط أستاذ حاتم قال حاجة مهمة، مع زميل وبيتكلم أصابه بإحباط نفسي. جه الأستاذ حاتم النهاردة في مكان عمله عنده إحباط نفسي مش عارف يشتغل، أنا وأنا بكلمك وأنت بتؤدي عملك القومي النهاردة أهو أحس فيك في الإحباط النفسي، إزاي هتواجهني؟ حضرتك الأخ إحنا محتاجين للعمل، محتاجين للإنتاج، محتاجين للتفاؤل. مش بنقول مصر جميلة؟ طبعا. البرنامج اسمه مصر جميلة وخدته أحسن برنامج الحمد لله. ده مصر جميلة يا جماعة. أنا النهاردة جيت بدري شوية مشيت مع النيل، قلت بسم الله ما شاء الله، انا لفيت دول العالم حضرتك حضرتك والله يا استاذ حاتم ما في اجمل من بلدنا. صح. بس احنا ينقصنا حاجه واحده بس، نشتغل نعمل ننتج ننتج. اذا والمقصود ان هم بيعملوا ده مع حضرتك ان هم يعاقوك عن الانتاج. صح. ومطلوب كمان يا فندم نعظم من قيمه الحاجه اللي احنا بنعملها. يعني ممكن فعلا اللي تم على مدار 3 سنين ونص بصراحه مقارنه بمشاريع تانية كتيرة جدا، يعني ما شاء الله الله أكبر، ربنا يزيدنا حجم كبير قوي. إحنا بقى مطلوب من المواطن اللي حضرتك يعني اللي بيبث روح السلبية قبله مواطن تاني بروح الإيجابية ويطبل ويطنطن لبلده لإنجازات بلده. بصي أنا هقول لحضرتك حاجة، لأ يعني المثل بيقول لك إيه، القافلة تسير ونقط بقى. صح كده، القافلة تسير نقط تعوي تعوي بالظبط. مش عاوزين نقول احتراما لان اخلاقياتنا لا تسمح ان نردد الفاظ هم يستخدمونها. لا بس ده مثل يعني. انما انا قصدي اقول لحضرتك ايه، كلما زاد عاولهم بقى على السوشيال ميديا تحس انك ناجح. دول اسمهم اعداء النجاح، دول اسمهم اعداء النجاح. طالما احنا في الطريق السليم والطريق الصح الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا برجالنا. بس انا بقول لكل مواطن مصري كن على حذر، نحن نتعرض لحرب معلوماتية عبر السوشيال ميديا. صحيح. مش عايزك لا تطبل ولا حاجة، اشتغل وانتج ودعهم وشأنهم. صحيح. ست واحد نشكر حضرتك، شكرا جزيلا على الكلام الجميل ده، وتحية كبيرة لإخواتنا إخوات الشرطة. تحية مصر. تحية مصر. نشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا النهاردة مرة تانية، بنتوجه بكل التحية والاحترام والتقدير لشهدائنا من الشرطة المصرية ورجال الشرطة المصرية، ودايما عندنا ثقة ويقين في الله سبحانه وتعالى وفيكم ان انتم محافظين على امن واستقرار. بكرة ان شاء الله اللقاء يتجدد ومصر مصر. الحياة مصرية.